انت لما جت الكلام قال لك كده كان الدكتور طه اسماعيل. الدكتور طه طبعا كان لعيب كوره ما حصلش واشتغل في التدريب فترات طويله جدا. طب قول الو كده. الو انا يا كابتن حمدي. كابتن ايه بقى؟ اوعى تقول لي كابتن. لا بقى كابتن بقى. اوعى تقول لي كابتن. ازيك يا دكتورنا؟ انا الحمد لله. ازيك يا حمدي؟ ازيك الدكتور بيصبح عليك. ازيك يا دكتور طه؟ أنا دكتور مصطفى. ازيك يا حبيبي؟ ازيك اخبارك ايه واخبار صحتك ايه؟ طمنا. تسلم لي يا حبيبي. الله يخليك. ربنا يديك العمر والصحة ونشوفك في أحسن صحة يا رب. الله يخليك يا دكتور مصطفى. الله يخليك. حمدي بيقول بتكلم معاه دلوقتي وأنا برغي فبيقول لي الكابتن طه لما شافني قال لي أنا ممكن أخليك أحسن لعيب في مصر كلها لأن أنت عندك الإمكانيات. إيه اللي حصل أول مرة شفته فيها يا دكتور طه؟ بس هو تعبني قوي على فكره. هو على طول تعبني. كنت اجيبه من اي حته قاعد فيها عشان التمرين، لكن لان طبعا ثروه. حمدي ثروه. يا سلام. يعني حمدي مهارات وامكانيات لعيب كوره من جميع النواحي، يعني الامكانيات حتى الجسمانيه والطول و الرجلين الاثنين والفيرست تايم باليمين ومن الشمال، باليمين والشمال والهيدنج وكل حاجه عنده، يعني كل حاجه في الكوره عنده. بعدين بقى المهارات المراوغه بقى والخداع والترقيص والحاجات دي بقى، يعني هتكلم ولا حرج يعني. فحمدي ثروه وحمدي يعني مش عايز اقول يعني لو قدر له ان هو لعب في النادي الاهلي كان هيبقى قد كده 10 مرات، لان هيبقى جماهير. وهو لعب في نادي المولين العرب، لعب في نادي الاسماعيلي، ولعب في اسك طبعا من بداياته. حمدي حاجه عظيمه جدا، لعيب يعني كنت تبني له وحده تدريب مخصوصه عشان هو بس، ناس من اليمين تشتغل وترفع وناس من الشمال تشتغل وترفع، وهو باليمين وبالشمال وبدماغه كلها حاجات كلها اهداف على طول. يعني انت شفت فيه لاعب مكتمل يا دكتور طه؟ حمدي لاعب مكتمل. حمدي لاعب مكتمل يعني في كل المواصفات اللي تطلبها في لعيب كوره. يعني حتى المواصفات البدنيه والجسمانيه. الجسمانيه الطول، وبعدين الطول ده كمان رجليه ما شاء الله يعني حيز. وبعدين يرقص بقى الترقيصات بتاعت العروق الملوخيه دي من فوق الدماغ ويرجعها تاني وحاجات زي كده ويقعد يضحك وهو بيأدي. لا حاجه جميله حمدي والله. هتقول ايه للدكتور طه؟ انا اخدت دلوقتي اخدت الدكتوراه يعني والله. دكتور والله يا مصطفى انت واخدها عندي من زمان. والله يعني انت واخدها عندي من زمان. يعني انا بفتخر ان انا دربت من ضمن النجوم الكبار. طبعا دربت نجوم كبار قوي في سواء في الانديه او في المنتخبات، وانت واحد منهم اللي هم الصف الاول او يعني الرانك الاولان. يعني شهاده. حاجه عظيمه. حمدي شهاده تساوي الدنيا. لا ما انا بقول لك انا بقيت دكتور زيك يا مصطفى. انا بقيت زيك يا دكتور. وزي الدكتور طه خدت الدكتوراه النهارده. انا لا انسى الشيخ طه. انا جالي حاجه في الشظيه والكابتن طه كان يجي لي البيت ياخدني يوديني المستشفى، اجبس رجلي والعربيه راكنها شني. الكابتن طه ابويا شني. ما ده انسان قبل ما يطلع لي ثلاث ادوار، ولقى عند اختي مفيش مروحه. جاب لي مروحه تاني يوم وقال لي اقعد على السرير ده وافضل اعمل رجلك كده ورجلك كده. طب انا عايز مروحه يا كابتن. بقى بعدين قال لي انا عايز المروحه. قلت له المروحه انت هتاخدها تاني يا كابتن طه. طب انت كنت شايف ان هو موهوب قوي لو لعب في الاهلي او في الزمالك كان بقى ليه شان تاني خالص يا دكتور طه؟ طبيعي، لان الشعبيه موجوده في الاهلي والزمالك. هو يعني لعب في النادي الاسماعيلي برضه. النادي الاسماعيلي برضه له شعبيه كبيره، بس ما لعبش فتره كبيره يعني. او يعني هو لو عدى كوبري قصر النيل كده وعدى للنادي الاهلي كان هيبقى حاجه كبيره جدا حقيقه يعني.
هو كتير. أنا كنت في النادي الأهلي. على فكرة لعلمك الخاص يعني كل ما يؤدي الأداء اللي بيأديه ده في ظل عدم توفر مثلا جماهير كبيرة جدا بتأزره، نعم، ويعني برضو الفرقة اللي بيلعب معاها وكل ده، ده إنجاز كبير اللي هو عمله. طبعا طبعا. أنا بس بتكلم على إنه لو كان يعني حظى بجماهير في أندية جماهيرية كبيرة جدا، حمدي كان هيبقى له تاريخ كبير جدا، وهو له تاريخ يعني مش ملوش، له تاريخ كبير جدا، وهو في مصاف اللعيبة الكبار جدا. مش عاوز يعني الكلام. المهاجمين اللي مروا في مصر، المهاجمين اللي في مروا في مصر لا يقل عن أي حد منهم إطلاقا يعني. أكيد. طب يا حمدي، أنت دلوقتي معاك الأب والأخ والجوهرة، ومعاك دكتور طه، عاوز تقول له ايه دلوقتي؟ انا بقول له يا كابتن انا بشكرك لانك انت تعاملت معايا نفسي كأب بالظبط، وانا من حبي فيك كنت بادي اداء جيد جدا. عشان كنت بتحب الكابتن طه. بالظبط. الكابتن طه كان ياخدني على في ال 18 ويخلي حد يرفع من الشمال ومن اليمين. الشيخ طه يترفع له 10. احمد ابو رحاب يرفع له 10 كور. الشيخ طه 10 فرص تايم جوه الجول. لا ما تعتبر. أنا 8 7 6. الكابتن طه علمني، الكابتن طه أستاذي وأبويا اللي أنا بعتز بيه جدا، وعلمني وبقى يعلمني أشياء واداني الخبرة بتاعته لغاية ما أنا بقيت مدرب علمت محمد صلاح والنني والولاد دول. طيب دكتور طه، ربنا يديك العمر والصحة، ونتمتع بيك في كل تحليلاتك ووجودك معانا وموجود معانا في بيتك قناة النادي الأهلي. ربنا يديك العمر والصحة، ونشوفك في أحسن صحة وأحسن حال. شكرا يا دكتور مصطفى، الله يخليك يا عبيد، تحياتي ليك والحمدي. اتفضل يا كابتن. يعني راجل جميل. كابتن كان عندنا تمرين في النادي الأهلي منتخب مصر، حضرتك كنت موجود. بعد التدريب خلص. الشيخ طه جه قعد ورا الجول. وأنا رحت له. نعم. التمرين خلص. فقعدت جنبه كده على الأرض. فقال لي عامل إيه يا ولد وبتاع؟ قلت له والله تمام يا كابتن طه. الوقت ده كان بيبو جه متأخر. وبيلف حوالين الملعب. فبيبو لابس جزمه شيك اديداس كوتش يعني مش ستارز. ايوه وبيجري حوالين الملعب، فجري من قدامنا. فانا قلت له بص يا كابتن، بيبو لابس ايه واحنا لابسين ايه؟ قال لي لا حمدي، انا عندي جزمه هناك في نادي اسكو، تبقى تقيسها. قلت له قيسها وعلى قد بالظبط. قال لي خدها. طلعت واسعة ولا يا دوب؟ لا هي، ما انا قايسها. ولا حطيت قماش من قدام وجرايد وبتاع الكلام ده؟ اوضه اللبس بتاعت الشيخ طه جنب اوضه اللبس بتاعتي. وكنا نخش الاوضه بتاعته على طول. فانا قايستها كذا مره ومية مية عليا، فهو قال لي في جزمه هناك بتاعتي تبقى تقيسها. قلت له انا قايستها يا كابتن. انا شفتها قبل كده. قال لي لا تاخدها. طيب انت مع اسكو في الدرجة الأولى الممتاز، كنت بتلعب، كنت بتنافس نجوم كبيرة قوي في هدافين الدوري العام. كان في كابتن حسن شحاتة كان هداف نادي الزمالك وهداف الدوري العام، وكان بعديه الكابتن رحمة الله عليه حسن الشاذلي. طبعا. وانت كنت التالت بعديها وجبت 30 جول تقريبا. بالظبط. وعلي خليل. وعلي خليل بعديك. بس انت كنت لا التالت. حسن شحاتة وعلي. علي 17 حسن 17 وعلي 16 وانا 14. كان الكابتن حسن الشاذلي